طبعا في المنافسه على لقب الدوري. لازم في الاول اشكر لعيبتي واقول لهم ان انا فخور بيهم بالاداء اللي هم ادوه النهارده والرجوله اللي هم لعبوا بيها النهارده والالتزام التكتيكي الكبير، وده جه بعد مجهود كبير جدا من اللعيبه ومننا في الفتره اللي فاتت. مباراه طبعا احنا كنا منظمين جدا في الشوط الاول، صعبنا المباراه على الاهلي وكانت فرصهم قليله جدا، بل على العكس في 45 دقيقه الاولى احنا اتيحت لينا 3 كور كان لازم على الاقل نحرز منها هدف، وهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه. كنا شغالين ان احنا نحاول ان احنا نخطف هدف مع التنظيم، طبعا نحاول نخطف هدف في الشوط الاول. في الشوط الثاني كنا عارفين ان 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 ممكن يحصل دروب شويه، احنا طلبنا من اللعيبه بتاعتنا ان هي تزق 10 متر لقدام عشان نمنع الاهلي ان هو يوصل لمنطقه الجزاء بتاعتنا بسهوله. عملنا تغييرات، اوباما لعب 50 دقيقه 55 دقيقه كويسه جدا وعمل المطلوب منه ان هو يحافظ لنا على الكوره لما نيجي نطلع بيها، لكن كان لازم انزل كريم ممدوح عشان اوقف علي معلول، والحمد لله قفلناها كويس جدا. بعد كده نزلنا مصطفى عبد الرسول، مواليد 98، نزل لعب تالت على الدايره، وهلال لعب وينج ليفت عشان نوقف محمد هاني بعد كده احمد فتحي لما راح ناحيه اليمين، وبعد ما استقبلنا الهدف نزول محمد شريف جنب عرفه عشان نقدر ناخد الكره الثانيه في نص ملعب الاهلي. اللي عايز اقول لكم عليه ان انتم ما تعرفوش او ما اعرفش، يعني اكيد انتم متابعين، النهارده انا معايا على دكه البدلاء 5 لعيبه مواليد 98 و99، فانا فخور بيهم، وهو دي الاستراتيجيه والفلسفه بتاعتنا ان احنا بندي لعيبتنا خبرات وبنعلمهم وبنطورهم. ومره ثانيه ببارك للاهلي على الـ3 نقط المهمين جدا. شكرا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. هتلاقيك على الخسارة. شكرا. الأول خالص علي ما حسيتش إن مش قادر أدي، عشان كده سردته بكريم ممدوح. الهدف اللي جه، انا مش عايز اتكلم على التحكيم يعني، لكن اول مره في حياتي في كل الدول اللي انا لعبت فيها اشوف ماتش بيكمل، يعني ماتش يتم يعني يرجع يكمل مره تانية والحكم ظهره للكوره. يعني الحكم كان بيكلمني وهو بيكلمني النادي الاهلي لعب، الاهلي لعب واشتغل. مش عايز اتكلم على التحكيم يعني، التحكيم انا شايف احنا بنساند التحكيم، والتحكيم مميز جدا في الفتره الاخيره الحقيقه. التحكيم في كل المباريات الاخيره اللي احنا لعبناها كان مميز جدا وحصل تطور كبير جدا في التحكيم، لكن انا عن نفسي ما شفتش قبل كده ان مباراه تتلعب مره تانية والحكم ظهره للكوره بيتكلم مع المدير الفني وهو جاي لي. انت عارفين انا بقول له ايه؟ بقول له ما تجيليش خلاص، انا اسف ارجع، انا اسف ارجع، انا خلاص، انا خلاص العب، انت كده بتضيع وقتك. لكن للاسف الكره اتلعبت بسرعه و لعبت بالعرض. انا لسه شايف ان هي فيها زقه من عمرو جمال على السيد سالم، لكن هي دي الكوره، وحاولنا بعد ما استقبلنا الهدف ان احنا نرجع للمباراه، لكن البدائل اللي كانت عندنا ما اسعفتناش. حلو. سؤال كابتن ميدو، حضرتك النهارده بسرعه شفنا كابتن في اول ماتش اول 30 دقيقه في ضغط وهجوم على النادي الاهلي، دي كانت تصريحات الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، واحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجله عقب اللقاء.